السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرقت بعض الولايات الجزائرية اليوم بسبب هطول كميات كبيرة من الأمطار، والتي تسببت في إغراق بعض الأحياء السكنية. فقد تم تسجيل فيضان مياه وادي بوجمعة تميم في منطقة تايوان بين بلديتي بابا أحسن والضرارية بالجزائر العاصمة. حسب بيان مصالح الحماية المدنية، حفظ الله الجزائر وأهلها.